كنت أشتغل عند أبويا، أروح من المدرسة على الدكان أجيب له الغداء وأظل قاعد عنده مرة عن مرة. فأنا ظليت عنده كل مرة أروح مدرسة أظل قاعد عنده. لما تعلمت ظليت عنده لغاية ما وصلت التوجيه، خلصت من توجيهي فقعدت في المحل. أبويا توفى فأنا التزمت في المحل، فأنا أعرف يشتغل في هذا المحل بداله أنا وإحدى أولادي، وأنا أعبد في هذه المهنة لأنه أعجبتني وحاجة حلوة جدا، مش فيها تعب، فيها نشاط، فيها الزوجات. هذه الدراجة الهوائية هي أساس الصحة، بتحرك عضلات القلب، بتحرك الإيدين، بتحرك الرجلين، بتحرك النظر، أنت بتطلع، أنت بتمشي، هذه صحة كويسة. فهذه الدراجة الهوائية أحسن من السيارات اللي على السيارات اللي على الكهرباء هذه. اليوم شغلة الدراجات الهوائية حلوة، بس مش الكل بيشتغلها لأنه ما فيش فيها مرابح كتير. أنا بشتغل فيها كلاعب رياضي، بحب أشتغل فيها كلاعب رياضي وأنا مسطور فيها الحمد لله رب العالمين. هذه شغلة مريحة، شرف أشتغل على محلي ولا قد يأمر علي، هذه مهمة جدا. أنا إن دفع لي 500 شيكل وروح أشتغل في إسرائيل فرفضت الشغل هذا في إسرائيل. هذه شغلة حلوة زي لاعب الكورة، شوف لاعب الكورة لما بلحقها من بلد لبلد. أنا هذه حياتي.